إن تحالف حماية الطفل في العمل الإنساني هو شبكة عالمية مشتركة بين الوكالات، مهمتها تعزيز حماية الأطفال ورفاههم في الأطر الإنسانية. يشكل هذا الفيديو جزءاً من سلسلة فيديوهات تستعرض المعايير الدنيا لحماية الطفل في العمل الإنساني أو المعايير الدنيا لحماية الطفل. تعتبر هذه المجموعة المؤلفة من 10 مبادئ و28 معياراً والإرشادات المرافقة لها أساسية لجميع العاملين في المجال الإنساني، فهي تساعدنا على القيام بواجباتنا تجاه الأطفال. في هذا الفيديو نستعرض ركيزة ثانية، المعيار التاسع، العنف الجنسي والجندري. فالمعايير في الركيزة الثانية تعالج المخاطر السبع الرئيسية حول حماية الطفل التي قد يواجهها الأطفال في الأطر الإنسانية، وتشدد على أن الأطفال قد يواجهون مخاطر متعددة في الوقت نفسه. دعونا نلقي نظرة على الطريقة التي يؤثر بها العنف الجنسي والجندري على الأطفال في الأطر الإنسانية. ياسمين تبلغ من العمر 12 عاماً وقد هربت من النزاع في بلدها، وهي تعيش الآن مع عمها في مستوطنة ريفية للاجئين. يحاول عمها الاعتناء بها لكنه لا يستطيع أن يعمل، والدعم الذي يتلقيانه من الاستجابة الإنسانية ليس كافياً، فقد وجدا صعوبة في الحصول على ما يكفي من الطعام، وغالباً لا يملكان المال الكافي لشراء اللوازم المدرسية. مؤخراً دمرت عاصفة المأوى الذي يعيشان فيه، فخسرا الأشياء القليلة التي كانوا يملكونها. الآن يقول عمها أنها ستضطر إلى أن تتزوج من رجل أكبر منها سناً يعيش في القرية المجاورة، لأنه يستطيع أن يعيلها ويحميها. على الرغم من أنه يظن أن من المبكر قليلاً أن تتزوج ياسمين، هو يشعر بأنها ستحظى بحياة أفضل من الحياة التي يستطيع أن يؤمنها لها. وياسمين لا تريد أن تتزوج، لكنها لا تعرف إلى أين يجب أن تلجأ لتحصل على المساعدة. ياسمين هي واحدة من ملايين الأطفال المتأثرين بالعنف الجنسي والجندري في الأطر الإنسانية، المترافق مع عواقب ستترك آثاراً على حياتها بكاملها. إن العنف الجنسي والجندري هو أي فعل يرتكب ضد إرادة الشخص ويستند إلى معايير التنوع الاجتماعي أو علاقات القوة غير المتكافئة، ويمكن أن تكون طبيعته جسدية أو عاطفية أو نفسية أو جنسية، ويمكن أن يتضمن أيضاً حرمان الشخص من الموارد أو من الوصول إلى الخدمات. إن العنف الجنسي والجندري هو نوع من أنواع انتهاكات حقوق الإنسان الأكثر انتشاراً، وخلال الأزمات الإنسانية يتفاقم هذا العنف، لكنه يكون غالباً مخفياً وغير مبلغ عنه بشكل كامل. كذلك فإن الفتيات لا سيما المراهقات منهن يتأثرن بشكل متفاوت بالعنف الجنسي والجندري، لكن من المهم أن نفهم أن الفتيان يتأثرون به أيضاً، غير أن وصمة العار الاجتماعي والأعراف الاجتماعية المعارضة تجعل من الصعب على الفتيان والفتيات أن يطلبوا المساعدة، ويكون معظم مرتكبي هذا العنف من أفراد العائلة أو من المعلمين أو من الراشدين الموثوقين الآخرين أكثر من الغرباء. أما الأطفال ذو الإعاقة والأطفال الذين يعرفون عن أنفسهم على أنهم من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغيري الهوية الجنسية وأصحاب الميول الجنسية المغيرة والمتحيرين جنسياً، فهم يتأثرون أيضاً به، وقد يجدون صعوبة في الوصول إلى الدعم. على امتداد الاستجابة الإنسانية يجب أن نكون مستعدين لتوفير تصميم البرامج المراعية للعمر والنوع الاجتماعي بهدف تأمين الوقاية والتخفيف من حدة المخاطر والاستجابة لاحتياجات الأطفال الفريدة والخاصة. ينص المعيار التاسع على أنه يجب إعلام جميع الأطفال عن العنف الجنسي والجندري وحمايتهم منه. يجب أن يتمكنوا أيضاً من الوصول إلى خدمات الاستجابة التي تتمحور حول الناجين والتي تلائم نوعهم الاجتماعي وعمرهم وإعاقتهم ومرحلة نموهم وخلفيتهم الثقافية والدينية. بصفتنا جهات فاعلة في مجال حماية الطفل، يجب أن نفترض أن العنف الجنسي والجندري يحصل بالفعل، وأن نتخذ الخطوات اللازمة للوقاية منه والاستجابة له. إذن على امتداد المعيار 9، حرصنا على أن نتبع النهج المتمحور حول الناجين القائم على السرية والسلامة وعدم التمييز واحترام إرادة الناجين. فالنهج المتمحور حول الناجين مهم، لأن كل طفل يكون له رد فعل مختلف على العنف القائم على النوع الاجتماعي الذي يواجهه.
ورد الفعل هذا رهن بالقدرة الشخصية وأنظمة الدعم والعوامل الأخرى، وهذا النهج يتأتى أيضاً من الاعتقاد أن الناجي يعرف أفضل من أي شخص آخر كيف يتعافى من حادثة العنف. بالتالي الناجون هم الأشخاص المسؤولون عن القرارات مثل الحل الذي ينجح أكثر من غيره أو السبيل الذي يريدون اتباعه. إن الأسباب الجذرية للعنف الجنسي والجندري تتمثل في المواقف والمعتقدات والأعراف والهيكليات التي تشجع أو تبرر التمييز القائم على النوع الاجتماعي، وتستطيع هذه العوائق الاجتماعية أن تعترض أيضاً طريق الناجين في سعيهم إلى الحصول على سبل الدعم والخدمات التي يحتاجون إليها في الأزمات الإنسانية. يمكن أن تتفاقم هذه العوائق وغالباً ما تقود إلى آليات تأقلم سلبية متزايدة ضمن العائلات والمجتمعات المحلية. للمساعدة على محو العنف الجنسي والجندري من السياقات الإنسانية، نحتاج إلى مضاعفة عملنا في ثلاثة مجالات رئيسية هي الاستعداد والوقاية والاستجابة. يمكننا أن نتحضر بشكل أفضل للحد من مخاطر العنف الجنسي والجندري من خلال التشاور مع الأطفال ومقدمي الرعاية بهدف فهم شواغلهم وآرائهم حول سلامتهم. يجب أن نفهم السياق والأعراف الاجتماعية الموجودة لتحديد الأطفال المعرضين بشكل خاص لمخاطر العنف الجنسي والجندري، فضلاً عن آليات التأقلم السلبية التي ربما تفاقمت بسبب الأزمة. من خلال التعاون مع الجهات الفاعلة في مجال العنف الجنسي والجندري والقطاعات الأخرى، يمكننا أن نحدد أدوارنا ومسؤولياتنا للوقاية من العنف الجنسي والجندري والاستجابة له، فهذا سوف يساعدنا على تجنب ازدواجية جهودنا وعلى ضمان أننا نستطيع أن نوفر للمزيد من الأطفال الخدمات المناسبة والدعم لتلبية احتياجاتهم الخاصة. يمكننا أن نوفر وقاية أفضل من العنف الجنسي والجندري من خلال العمل مع الأطفال والعائلات والمجتمعات المحلية لمعالجة الأعراف الاجتماعية والثقافية التي تشجع وتعزز العنف الجنسي والجندري والتي توصم الأطفال الناجين بوصمة العار. ويجب أن نعمل أيضاً على توفير الدعم الشامل لمقدمي الرعاية والعائلات من خلال التعليم والتدريب على المهارات الحياتية وبرامج التربية الوالدية والتمكين الاقتصادي. نحن ندربهم على كيفية الإبلاغ عندما يحصل هذا العنف، لأن أحد التحديات التي كنا نواجهها يتمثل في الإبلاغ. بسبب الأعراف المتعلقة بالنوع الاجتماعي، يجد الناس صعوبة في الإبلاغ عن حالات الإساءة والإساءة الجنسية للأطفال، فهم يرون أنها ستسبب العار لمجتمعهم المحلي، ستسبب العار لدارهم وعائلتهم. خلال جلسات التدريب التي وفرناها، ساعدناهم على أن يفهموا أنهم كلما استمروا في إخفاء هذه الحالات واستمروا في إخفاء هذه الحوادث، كلما سمحوا لها بالحصول في مجتمعاتهم المحلية. أما إذا أبلغوا عن هذه الحالات، فهم يدعمون هذا الطفل الناجي في الوصول إلى العدالة، وبالتالي في محاكمة مرتكب هذا العنف الذي سيزرع الرعب أيضاً في حياة أفراد آخرين في المجتمع المحلي. عندما يحصل العنف الجنسي والجندري، يجب أن نحرص على أن تكون استجابتنا والخدمات المتعلقة بالعنف الجنسي والجندري متمحورة حول الطفل ومقدمة من قبل عاملين مدربين رسميين وغير رسميين. فالعاملون يجب أن يفهموا احتياجات الأطفال الخاصة ويعرفوا كيف يكيفون الخدمات بحسب عمر الطفل وقدراته. فمن خلال الاستثمار في تقوية القدرات وإقامة الروابط بين مقدمي الخدمات من خلال مسارات إحالة خاضعة للتحديث، يمكننا أن نضمن حصول الناجين من العنف الجنسي والجندري على المساعدة التي يحتاجون إليها. يمكننا أيضاً أن نوسع مجال استجابتنا من خلال تقوية قدرة المجتمعات المحلية على رصد ومعالجة مخاطر العنف الجنسي والجندري، ومن خلال الحرص على أن يعرف الأطفال ومقدمو رعاية لهم أين وكيف يمكنهم الحصول على الدعم الذي يحتاجون إليه. فالعمل مع الجهات الفاعلة في جميع القطاعات بما فيها خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة والصحة والتعليم وإدارة المخيمات هو أساسي أيضاً في التخفيف من حدة مخاطر العنف الجنسي والجندري وضمان نهج عدم إلحاق الأذى في الاستجابة الإنسانية.
إن العنف الجنسي والجندري هو موضوع عابر لعدة قطاعات، لذلك نحتاج فعلاً إلى مساندة ودعم سائر القطاعات كي نتمكن من الحصول على نهج شامل من أجل الوقاية من العنف الجنسي والجندري والتخفيف من حدة مخاطره والاستجابة له. فمن المهم جداً أن يتمكن الطفل الناجي من الحصول على الاستجابة الصحية الصحيحة، ولكن أن يحصل أيضاً على الخدمات الأخرى التي قد يحتاج لها مثل العودة إلى التعليم كجزء من الاستجابة النفسية الاجتماعية والدعم العائلي والخدمات القانونية. فلكل طفل ناج قصة فريدة به وتأثيرها عليه فريد أيضاً. ما هو شعوره تجاه هذا العنف؟ وكيف يريد الاستجابة له؟ وكيف يريد أن يكون مسار عملية التعافي؟ ونحن يجب أن نعالج كل حالة في هذا النوع في الأطر. تصور الفرق الذي نستطيع أن نحدثه لو أن طفلة مثل ياسمين كانت قادرة على طلب المساعدة، ولو أنه يمكن تقديم الدعم لها ولعائلتها ليتأقلموا مع الأزمة الإنسانية بطريقة أكثر شمولية من خلال تقوية الخدمات المتعلقة بالعنف الجنسي والجندري لتلبية احتياجات الأطفال الخاصة، والتعاون بين جميع القطاعات وإعطاء الأولوية للوقاية جنباً إلى جنب مع المجتمعات المحلية. يمكننا أن نحد من هذا العنف الجنسي والجندري في الأزمات الإنسانية، فنغير حياة ومستقبل الأطفال وعائلاتهم. إن حماية الأطفال تقع في صميم العمل الإنساني.